السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. في بداية هذه الحلقة نبغي نقول للمنتخب الوطني لكرة القدم الحمد لله على سلامتكم، أنهم رجعوا بالسلامة وخرجوا من غير تعرف انقلاب بالسلامة، وكل تحيات التبجيل والاعتراف والوفاء والإخلاص لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبالأمور اللي عجبوني انه فاش طلعوا الطاقم ديال الفريق الوطني المغربي للطائره وشدوا بلايصهم تلقوا النشيد الوطني، وهذا تعبير كبير لان العلاقه ما بين المواطن والوطن علاقه اخذ وعطاء. الوطن لو المواطن كيكون وفي للوطن، والوطن عاوتاني كيكون وفي لوليداتو وكيحميهم، وداك الشيء بالتالي انه المواطن كيكون عنده فخر الانتماء وفخر الاعتزاز، وكيزيد يرتبط بالوطن ديالو ويزيد يعطي ما عنده من اجل هذا الوطن. هادشي كله فاش كتلتفت الاحداث اللي كيعرفها المغرب كتشوف بانه كاين انتخابات غادي تكون ان شاء الله تصويت نهار الاربعاء 8 شو تنبير، وكنشوفوا مع الاسف مستوى النقاش اللي كاين الذي لا يشرف لا السياسيين ولا الاعلاميين. وانا بالنسبه لي اترفع على انني ندخل نغوص في هذا النقاش لانه تخلط راسك مع الدخان ينقبوك الدجاج. وانا ما كنعنيش شخص معين ولكن اعني سلوك واللي فيه الفز يقفز. اذا نرجعوا لحديثنا النزاع المغربي الجزائري ونشوفوا كيفاش ان عصابه الجزائر مستمره في غيها وحقدها وحسدها وظلمها واعتدائها على المغرب، وماشي غير على المغرب، على الجزائر بصفة عامة وعلى الشعب الجزائري وشعوب المنطقة. اليوم الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم وصل اليوم لمراكش باش يلعب الثلاثاء مقابلة رسمية مع بوركينا فاسو اللي اختارت انها تستقبل المنتخب الجزائري في ارض المغرب. وتبارك الله كما كنقولوا ان المغرب وفر جميع الشروط، ولكن هما مع الاسف عصابه الجزائر ومن يدور في فريقها ما كيدوزوش دابا الفرصه بدون ما يحاولوا انهم يسيئوا للمغرب. وفي الحقيقه هذا سوء تدبير منهم، ان المنتخب الجزائري ضيف في المغرب كانوا يهدنوا الامور، وبالعكس كانوا كيقولوا خصهم يقولوا كلام طيب باش يفوت المقام والاقامه ديال المنتخب الجزائري في احسن الظروف في احسن الظروف. ولكن هما بقاو يستفزوا المغاربه وبقاو يتكلموا على امور ماشي هي هذيك، ويقول لك على انهم بين الامور يقول لك على ان المغرب او الجامعه الملكيه لكره القدم ما سمحاتش للصحفيين الجزائريين باش يغطوا المقابله. والمشكله لانه هاد الناس ملي كيكذبوا ما كيزوقوش الكذبه او ما كيعطاش واحد الاسس. فالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ماشي هي اللي مكلفه بهذا التنظيم هذه المقابله، ولكن الكاف هي المسؤوله. المغرب وفر الملعب وكيوفر ظروف اللي كيساعد على انه توفر ظروف احسن لاقامه الفريقين ديال الجزائر وديال بوركينا فاسو، لانهم يعني كلهم اصدقاء، وهذه كره وهذا واجب ديال المغرب. ورا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تكلمات ووضحات هذه المساله هذه، وقالت بانه كان هناك اجراءات ديال وزاره الصحه لا دخل للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وان الكاف هي اللي مسؤوله على التنظيم. وهذا الشيء اللي وقع كان وقع النهار الاول، فاش جاء مسؤولين من الجزائر باش يحضروا الاقامه ديال المنتخب طلبوا منهم السلطات المغربيه طلبت منهم على انهم ينصاعوا الاجراءات الاحترازيه والبروتوكول الصحي، وما فهموه في شكل كانهم هم مقدسين ما خصهمش يخدعوا داك الشيء هذاك، ودائما عندهم نيه سوء نيه من جهتنا حنايا. وحنا كنشوفوا البارح شنو وقع في البرازيل والارجنتين بسبب هذه الاجراءات الصحيه، وان ما كانش يعني تطبيقها بواحد الشكل كبير، على انه اربعه لاعبين من الارجنتين كانوا في انجلترا وخصهم يخضعوا الحجر الصحي لمده 15 يوم، 10 ايام اخذوا واحد المده معينه، وعطاهم اقرار وداروا اقرار على اساس انه حنا هذه شحال اللي غادرنا انجلترا، وهذاك الشيء ما كانش صحيح، ودخلوا يلعبوا ومن بعد
السلطات البرازيليه شافت بانه داك الاقرار اللي كان ماشي صحيح وجاوا دخلوا لهم للملعب. يعني في اختراق واحد الشيء ما يشرف الكره الامريكيه ولا يشرف الكره العالميه. اذا بما اللي بغيت نقول انا على انه الامر سيادي وكل دوله عندها اجراءات صحيه واي وافد جديد خصو يقطع ديك الاجراءات فحاول يستغلوها وحاول يصطادوا في الماء العكيم. زيادة على ذلك ان ابواق وخاصه جريده او موقع الشروق كيسموها بعض المغاربه الشرور وفعلا كل الشرور منها. والحمد لله شفنا اليوم كيفاش جاء الفريق الوطني الجزائري وكيفاش تم استقباله وكيفاش رئيس الاتحاد الجزائري كيعترف على انه الاخوان وفرنا دور مزيان واستقبلونا استقبال مزيان. اذا علاش هالشيء هذا؟ وهذا الشيء اللي غاديه فيه الجزائر وهذه عقيده وهذاك الشيء اللي غادي نشوفوا من اليوم من الام فصاعدا غادي نشوفوا هاد الاعتداءات المتكرره ديال عصابه الجزائر ومن يدور في فلكها المغرب. ما غاديش يدوزوا الفرصه ما يفوتوش الفرصه دون الاساءه الى المغرب ملكا وشعبا وحكومه. لا بد ما غادي يسئونا ولا بد ما غادي يحاولوا يمرضونا لا بد غادي يحاولوا ينفذوا ديك السموم لان هذا هو الاسلوب اللي بقى لهم. وهنا كنذكر حكايه سبق لي انا كنت عاودتها لكم ولكن نعاودوها نذكروا بها باش نفهموا هذه النفسيه ديال عصابه الجزائر. هذا واحد النمر كيجي وكيشد القرد والقرد مشعر هذه الطبيعه ديالو هكا خلق الله ما عنده ما يدير كيشدو كيبقى يصرفق فيه ويضرب فيه مالك مشعر مالك مشعر مالك مشعر مالك مشعر. القرد لا حول ولا قوه له ولا انا مش نقول انا مشعر انا مشعر. القرد مشى للسبع اش كان عنده قال له انت ملك الغابه اش مكانش 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 الله يخليك نصفني وحميني. السبع عيط للنمر قال لي اش مكانش مكانش قال له بالفعل كنشدو كنسلخو كنشبع فيه عصا. قال لي ولكن لا قال انت النمر تبارك الله راه عندك عقلك وعندك هذه وعندك هذه راه ماشي معقول لانه شعرو هكاك داير ومشعرو هكا مخلوق يعني ما لا يملك في الامر شيئا وما تلومش على الحاجه اللي ما كيملكش فيها شي حاجه. قالوا شنو غندير ليه؟ قال له اعطيه اسئله اعطيه الغاز ولا ما عرفش عاد دير فيه اللي بغيتي. قالوا صافي ما كاينش هذا معقول كشي اللي كان غدا لي جا داز القرد النمر عيط لي قال لي اعطاه سؤال القرد طيرو في السما جاوبو اعطاه السؤال الثاني جاوبو قال دابا غنمشي ندوز الغاز اعطاه الغاز لقى الحل داز له اللغز الثاني في الاخر قال عليه علاش تمشى عار ما كتمشى عار ما كتمشى عار. حتى ان الجزائر لا تملك كفاءات ولا مؤهلات باش تواجه المغرب في الطريق اللي غادي. المهم هو انه المغرب المغرب ما بغاش انا المغرب ما حابش المغرب عندي عقده من ناحيه المغرب وبغيت هذا المغرب انني نطيحوا الارض بغيت انني نديرونجيه بغيت انني نديرو الحجر في الصباط ندير ليه حنش في الصباط ندير ليه حنش في الكسوه ديالو ندير ليه المهم ندير ليه السم لانه فوقاش كيعجز ملي كيعجز العقل على التصرف واش كيدير؟ كيتصرف البدن يعني البدن ملي كيتصرف منين كيعجز العقل وهذاك الشيء اللي كاين. ان الجزائر عاجزه في كفاءتها وفي عقلها وفي تفكيرها انها تواجه الجزائر تواجه عفوا تواجه المغرب وكتتوجه هذه الاساليب باش تزعج المغرب وتزعج الاصدقاء ديالو ودائما انه تخلق له مشاكل باش تحد شويه من ديك الوتيره الحمد لله اللي غادي بها المغرب. وهذا كيبان لنا مجموعه ديال الامور حتى مجله الجيش هذه المره شوف شنو دارت المجله كلها كتقطر بالسم وكلام مشكل اللي كنقولها دائما بروباغندا الجزائريه واعره وعندهم مصطلحات موجوده وكيغلفوا الحق بالباطل بواحد الشكل فظيع فظيع فظيع. وهذا الشيء طبعا ما كنطويش هذه الحيله ما كتنطويش على الشعب المغربي ولكن ما بغيناهاش تنطوي على الشعب الجزائري. علاش حنا كنقول الحمد لله هذه مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله كاينه باش توري للشعب الجزائري عنده فرصه باش يعرف الحقيقه ويفرق ما بين الحق والباطل وكذلك يحلل الشيء اللي كنقولوه وكذلك الشيء اللي كتقول له عصابه الجزائر. وخصنا نذكروا شنو جاء في الخطاب السامي ديال ذكرى ثورة الملك والشعب ديال هاد السنة. خطاب تاريخي خصنا نعاودو نقراوه.
جد مهم، لانه جلالة الملك حط اصبع ديالو على الداء وعطانا امور، كشفنا على الامور اللي كيتعرض لها المريض، وهي انه كاين قوى خارجيه، قوى استعماريه، قوى دائما تكون هنا قويه وكتشوف فين واحد النظره دنيويه. حنا الاقطار المغربيه للاسف اننا ما كنعرفوش كيفاش نسيروا امورنا، ما قادرينش اننا ندبروا امورنا، وشافت بان المصالح الاقتصاديه ديالها مشات، وبالتالي لابد ما انها تهي لنا الحجره في الصباط. وهنا العقل ديالنا كيمشي لواحد مجموعه من الدول، طبعا الناس كتذكر المانيا، تذكر اسبانيا، وكذلك فرنسا. ولكن انا بغيت نثير الانتباه لواحد الدوله اللي ما حناش كنثيروها بزاف، وتلعب دورا مهما في المنطقه، وهي روسيا. روسيا واي حاجه دابا الجزائر كتصادق توقع عليها كتمشي لجريد روسيا. كنلاحظوا هذه القضيه مؤخرا، شفتوا شي البارحه فاش مشى لروسيا. روسيا كنقولوا روسيا، كنقولوا الكي جي بي، جهاز المخابرات ديالهم، وجهاز المخابرات ديالهم ان عصابه الجزائر تلقات التربيه ديالها على الكي جي بي، وجهاز خطير واسلوب خطير. ولا رجعتوا للتاريخ، اي مسائل كديرها الجزائر في طرقها، في اغتيالاتها، في العشريه السوداء، في مجموعه من الامور، انه كتلقى اللمسه ديال الكي جي بي تما. اذا كنقول انه روسيا حتى هي من الدول اللي كتحرك في الكواليس، وكتحرك الجزائر بشكل كبير، وكتدفعها انها دير حرب مع المغرب. علاش دير حرب المغرب؟ هذه المسألة دائما كنذكرها وكنقولها، وكنبغي ان كاع الاخوان المغاربه يوعوا بها مزيان. للموقع ديال المغرب، والكفاءات اللي عنده، والثروات اللي عنده، والكفاءات البشرية اللي عنده، والنظام السياسي المستقر، والسياسة كذلك اللي عنده في تدبير كثير من الملفات، خلته فعلا قوة إقليمية. وهذه القوة الإقليمية تعززت بالشراكة اللي دارها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فزاد المغرب تقوى أكثر، وبانت له آفاق أكثر. وهذا الشيء حس به، حسد به مجموعة من الدول فعلا اللي كانت هي استعمارية، ومازال عندها فكر استعماري، ومازال باغية تطمع في الثروات ديال الفضاء المغاربي، وبغات على أنهم دائما يكونوا مدجنين، يكونوا تابعين لها. روسيا كذلك مصالحها بدات كتمشي، واخا هي حيلية شوية، كتعرف شوية مصالح، ولكن شافت بأن المصالح ديالها خاصة بالنسبة للغاز. فالغاز ولات حرب ديال الغاز وديال البترول. والغاز اليوم كاين فعلا كاين نقاش حول الجزائر، واش غادي دير الانبوب ديال الجزائر المغرب اسبانيا، ولا تعتمد على توريد يعني تصدير الغاز الاسباني عن طريق الانبوب المباشر من الجزائر كذا. ولكن روسيا شنو دورها في هذا الشيء؟ روسيا تشوف هذا الشيء كلش التحركات بعين الريبه والشك والخوف على المصالح، وخاصه انه المشروع ديال نيجيريا المغرب، مشروع ديال نقل الغاز ديال نيجيريا الى اوروبا مرورا عبر دول افريقيا للساحل والمغرب واوروبا. ومؤخرا حنا شفنا وزير الخارجيه، عفوا وزير العداوه الجزائريه المغربيه، راه مشى لنيجيريا. والعمامره موراه غير الشر، راه منجا وفيه الشر، وتوقع الشر وحضيوه فين ما مشى، راه كيمشي عند الشر، يتأبط شر وكيمشي. إذا روسيا مدرب هذا الشيء، زيادة على أنه ملي شافت الحضور الأمريكي في المنطقة فلا بد أنه هذا الشيء غيزعجها، وبالتالي بغات تدفع الجزائر باش تدير هذه الحرب، باش تفريني المغرب وتخربق هذه الحسابات. زيادة على ذلك، وهذا مسألة مهمة، على أنه الجزائر غتاخذ منها الأسلحة، رغم أنه الجزائر وضعها اقتصادي هش وما قادراش انها تاخذ الاسلحه، وما قادراش، ولكن شرحت هذه المساله هذه واحد المره، على انه كاين اسلحه روسيا اللي ما تمكنتش من البيع ديالها، وحصلت لها فرنسا وبغات بالجزائر باش تاخذها من عندها. وخاصه ان ان روسيا طمعتها، كتقول لها عندي صواريخ اللي كيضربوا الاقمار الاصطناعيه، بمعنى انه عندنا
أسلحة اللي يمكن أنها تسيء للمغرب. كما واحد الوقت روسيا جندات وزودات صواريخ، زودات الجزائر صواريخ صام اللي كانوا فعلا عندهم دور فعال في التصدي للطيران. إذا الإشكالية اللي وقعنا هي دي الفلوس. الجزائر ما عندهاش باش تقترض لأنها ما عندهاش ضمانات، وبالتالي وقع واحد الإشكال هنايا، وهنا قد تعرض الجزائر للابتزاز من طرف عدة دول ومن طرف كذلك عدة مؤسسات. بالإضافة إلى ذلك وفي هذا السم ديال الجزائر واللي كتحاول دائما أن تحاصر المغرب بشكل من الأشكال، وكما شفتوا أن المغرب كان تواصل مهم مع الفرقاء السياسيين في ليبيا ووفرهم ظروف للمصالحة، وفعلا كانت سخيرات، كانت مزنيقة، كانت اجتماعات جد جد مهمة وكانت متقدمة. هاد المسائل شفتهم الجزائر ما تشوفها ماشي هذيك، لان حس بانه صحب البساط من تحت ارجلها، لان هي كتبغى تدخل بطريقتها وبغات تفرض شروط، وهادشي اللي ما داروش المغرب. المغرب ما عندوش شروط للليبيين او يحاول يستافد، المهم انه يفرض ظروف معينه للحوار من اجل مصلحه ليبيا. والجزائر بقات كدور دور دور دور، حسيت براسها بانه وزاره الخارجيه ديالها ما كتحركش، وجابوا رمضان العمامره وداروا الاجتماع ديال الجوار، دول الجوار ديال ليبيا، يعني غير الجوار غير اللي مجاورين عندهم حدود مع ليبيا باش طريقه باش نقصيو المغرب. وهنا هادشي اللي دارته الجزائر تتماشى مع الشيء اللي باغيها المانيا، بمعنى انه الجزائر خدامه المطيعه ديال هذه القوى الاستعماريه، تقوم بمهمه وقحه، بمهمه متسخه، وهي كتقوم بهذا الشيء هذا، لانه هذه المهام كتجاوب مع الوسخ اللي عندها الدخل والحقد اللي عندها الدخل. ف داروا ذاك الاجتماع، وفي البيان ديالهم ذكروا المؤتمر ديال بيلي، ما ذكروش الشيء اللي دار في السخيرات اوفر بوزنيقه. ولكن يومين بعد داك الشيء عقيله صالح جاء للمغرب، جاء المعقول وجاء الصح، وتما رد لهم الصرف موريطاني وقال لهم القضيه الليبيه غير محتاجه الى مؤتمرات وتدخلات خارجيه، خصنا البلا بلا، خصنا المعقول. زيادة على ذلك انا كنشوف الجزائر كتحرك في الوطن العربي، الوطن العربي اللي ما لقاتش فيه موطئ قدم وخرجت منه، ماشي خرجت منه حسات براسها بانها معزوله وما لقاتش بلاصتها، ودابا كتحاول ترجع لحاضرة الدول العربية انطلاقا من انها مستعدة باش تحتضن قمة عربية، وعطتها موضوع فلسطين لانها كتحاول ما امكن انها تنجح هاد القمة وتحاول دير واحد الحاجة اللي غادي تجمع عليها الناس وهي فلسطين. هي مجمع الشراسة، هي ما صلحتش الامور مع الجيران ديالها، مع الجار ديالها، وكتخلق التفرقة، خلقت التفرقة في المنطقة، وخلقت التفرقة في الاتحاد الافريقي، وبغات تخلق التفرقة في حاضرة الجامعة العربية، وكتدعي على انه باغية باش توحد كلمة ديال العرب. وكنعرفوا حنا الكلمه ديال الدول العربيه مشتته، ونرجعوا واحد الوقت اللي كان المغرب كان غادي يحتضن القمه العربيه واعتذر لانه الظروف ما كانتش ملائمه، وماشي كما قال غير واحد يقول درت مراه، ماشي غير اجي ندير قمه عربيه، وماشي الهدف ان غير نجمع الناس، ولكن اش غادي نخرج منها. شوفوا القمم العربيه والقمم الاسلاميه اللي كان كيحتضنهم المغرب، داكشي متوالى، داكشي هو هذاك، وكيوفر لها ظروف النجاح. الجزائر اليوم كتحاول ما امكن انها غير تضر المغرب، وعارف بانه المغرب ما غاديش يحضر، حتى لا حضر غادي يحضر بواحد التمثيليه ضعيفه، وممكن بعض الدول انهم ما يحضروش كذلك. المهم تسمى بانه هي راها كتسعى الى جمع الكلمه، وانها كتسعى الى الدفاع عن فلسطين ظالمه او مظلومه، وكل شيء كيعرف على انه الجزائر لا تقدم شيئا لفلسطين. وكنشوفوا كيفاش ان الفلسطينيين والاسرائيليين كيفاش كيتكلموا خيرا على المغرب، كيفاش كيتكلموا على المجهود الكبير بتقريب وجهه النظر، واكثر من ذلك على ان المتتبعين كيشوفوا بان المغرب غادي يلعب دور كبير في تقريب وجهه النظر
ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه قادر على ذلك والأمور غادي في هذا الاتجاه. والدولة في حالة إفلاس وتصرف أكثر من إمكانياتها. الزلط والتفرعين. قبل ما نختم هذه الحلقة بغيت نوقفكم عند واحد الصورة المفاجأة، هي صورة تاريخية ديال شنقريحة. ده ماشي ديك الصورة اللي راه تروج على أساس أنه صورة التقطت لشنقريحة فاش كان تم يعني أسره في حرب مقالة، لا. هذه صورة كما كتشاهدوا هذه من زغنغن في الناظور. صورة كتجمع جيش تحرير المغرب الكبير، كتشوفوا الأعلام ديال المغرب والجزائر وتونس، كتشوفوا هذه المجموعة ديال الأشخاص. وأنا كنشكر المناضل الكبير السي وليد كبير اللي زودني بها واللي راه نشرها هو في التدوينات ديالو. فملي كنشوفوها الجالس على اليمين يعني على اليسار ديالهم، اليمين ديالنا من الجالسين، هذاك شنقريحة. فعلا شنقريحة، وثبت بالتأكيد على أنه شنقريحة فاش كان يافع كان ياكم المغرب من الخير ديال المغرب، وكان محتضنوا المغرب مع مجموعة من عناصر ديال جيش التحرير الجزائري، أرضا وأكلا وشربا ولباسا وسلاحا وتأطيرا و و و و و وكلهم تنكروا للمغرب ومنهم شنقريحة. وزادت الأسر ديالو أو الهروب ديالو في حرب مقالة عقدة على المغرب. وهذه هي السمة اللي كتحكم حكام الجزائر، عقدة شخصية ردها عقيدة دولة، وبدأوا الآن كيحاربوا المغرب. بحال شي واحد كان مثلا في واحد المجتمع معين أو في واحد الحي معين عاش واحد الطفولة محرومة، يقدر يكون يتيم، يقدر يكون لقيط مثلا، أو يكون شبه على الشكل هذا، والناس كان كيشوفوا به بواحد، كان يعاملوه، كان اللي كيعاملوا بإزدراء، كان اللي كان كيحن فيه، كان كيشفق عليه. وفات الأيام وفعلا تمكن أنه يقرأ ويتخرج ويولي مدير لشركة كبيرة في واحد مدينة واحدة أخرى. وفي ديك الشركة كتعرف على واحد السيد كان ساكن تما، واش غادي يحمل يخليه عاد تما؟ لأن كيذكروا بالميزيرية، ودابا راه مدير وعنده سمعة ديالو وعنده كذا كذا، ما يمكنش هذا غادي يجي يبقى يذكروا بداك الشيء اللي شافه، أو ربما يهضر يقول لهم هذا المدير هذا صغرها كيفاش كان داير، اللي غادي يبعدوا بأي ثمن. هذا الشيء اللي وقع، العقدة ديال الجزائر. الجزائر أولا المغرب خيره كبير عليها، ساعدها بشكل كبير في الثورة، زيادة على الكفاءات اللي عنده، ما غاديش تقدر تسوق معاه، ما غاديش تقدر تشد معاه. ومن بين الأمور اللي راه ديرها الجزائر اليوم، تبون دار تعيينات، كلها داخلة في العداوة المغربية الجزائرية أو العداوة الجزائرية المغربية. تعيينات من أجل خلق الأذى للمغرب. والحمد لله أن اليوم دا الشعب الجزائري كيوعى، ودات واحد مجموعة من المعطيات كتبين بأنه الجزائر مخطئة، وخاصة لما اتهمت المغرب في دعم حركة ماك وحركة رشاد. وكل شيء اليوم كيقول له علاش ما تقطعش علاقتك مع فرنسا، مادام فرنسا هي التي تأوي حركة ماك، ومادام الرئيس لها هو اللي في ماك، ومادام أنكم درتوا مذكرة دولية لإلقاء القبض على على مهني فرحات مهني، وفرنسا رفضت، وكذلك انجلترا تحتضن حركة رشاد، والجزائر ما قدرش تهضر. وكاين دول كذلك عندها تطبيع مع اسرائيل ما هضرش معها غير المغرب. ملك مشعر، غادي نرجعوا لديك القضية ديال ملك مشعر. شكرا اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.